فقرة دومنا مع عثمان عصف. قوي بالدومنا يعني ما تقدر لي. مبين مو قوي. ها. أغلبك. عباس ثلاث. أغلبك بالدومنا. ها. خلينا نشوف. تمام. إيدك بركة. هي ثمانية مو الفردي. ثمانية إيه. ما لها فردي هوالي. ليش أذن عفت إنه أخذ أذنيش؟ أحسن. ها. تمام. أنا أذن طخيتني. تمام تمام تمام. يلا. دوش إيش؟ مو يمي دوبيش يمي الدوبيش هاشم يلا لعب دوبيش هذا جهار جهار هذا دو بس قبل لا تلعب خلت أسألك سؤال زين انطيني اثنين أشياء بما أنه دو تكرههم بنفسك نفسي اثنين صفات شغلت يعني التدخين مرات أدخن اي هذا كلش اضوج من عنده والعجز مرات اصير عجوزي بدني اي يعني لا انت عجوز عجوزه رسميا انا ادري بيك باين عليه العب حياتي ان شاء الله تخلص من هاي المواضيع ان شاء الله شيش جاك شيش ارد اسالك هذا شنو هاي صفحتين شيش شيشين بما انه فريتها عليك من الجهتين أرد أشوف عثمان منو فرها علي من الجهتين منو فرها علي من الجهتين والله ما افترت يعني علي من الجهتين بس بهاي الفترة اللي راحت اللي قلت لك عليها هاي من كل الجهات مو بالجهتين تمام طيب أنت على منو فريتها من الجهتين تقدر تقول على الظروف يعني ظروف صعبة وفريتها على الظروف وطلعت من الظروف أها أحسنت كل الصعبة أحسنت ألا هذا هم جهار هم جهار هذا سي بس أريد أسألك سؤال زين لو قلت لك ثلاث أصدقاء يعني كلش ذولا تحبهم ثلاث أصدقاء عدا عبد الله وعباس أصدقاء كلش أحبهم أو خلّي أغير لك السؤال أي مو ما هو لا 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 راح شوية هيك أغير لك شوية شاكسك أي. ثلاث مشاهير كلش تحبهم عراقيين عراقيين؟ أي ثلاث مشاهير كلش والله ما أتابع صراحة بعرف لازم تقول لي ثلاث أسماء هاي الدومنا لازم بيها صراحة ما تريدني صريح وياك أي. أنا يعني ما متابع عراقيين هو يعني عدا جماعتي اللي أعرف عرب هسه أنا راح أوصل وياك أي مرحل. العرب عبودي باد واحد سعودي تمام احبهم بالانتقاد احمد ابو الرب احب الانتقادات مالته مرات بعد واحد اريد عراقي عراقي؟ ايه والله ما متابع عراقيين جديات واحد ما معقوله وعدا عبودي حسين؟ اي عدا عبودي حسين عبودي كريم فيديوهاته حلوه تحياتنا عبودي كريم واكيد مستقبلا يكون احد ضيوفي ان شاء الله لعبت انا انت لك الثاني حسوي لك اياها بنجيب شش بنجيب شش هذا يكي وهذا بياض هذا شيش وهذا جهاد تمام هسا انا اسحب بس اسحب واسألك تمام هذا دوش ايش انا لعبت دوش ايش وانت لاعب لي بياض وهذا البياض دومنت؟ لا بس أريد أسألك سؤال قبل لا تدومن ليش هيك فاجئتني؟ طفرت البياض اللي بحياتك شنو؟ البياض اللي بحياتي أمي الله يحفظها يا رب ويحفظك يعني طيب الشيء الوحيد اللي بحياتي حلو كلش هسه والله يحفظها لي ويطول بعمرها والدتي طيب أنت دومنت علي؟ أريد أعرف من دومن عليك مو قلت لك دومن علي يعني اللي خلينا نقول الظروف ايه الظروف كانت كلها صعبه بهاي الفتره شخص دومن عليك لا ماكو شخص بس هي ظروف يعني ظروف الدنيا كلها صعبه كانت هاي الفتره راحت كلها صعبه تمام قلت لك كبرتني 10 سنين تمام لا انت ان شاء الله شباب وتجنن امانه شنو رايك بهاي الفقره كلش حلو حبيتها انا ابالي بس دومنه صدق والله اهم شيء غلبتني انت حبيتها بس انا دومن عليك مو يمشي